عن تصنيف المغرب كأول دولة بالعالم في مجال حفظ القرآن الكريم. بغيت اي واحد غادي يشوف هذا الفيديو يقول ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك على وليدات المغرب. خبر يثلج الصدر صراحه وغيعجبكم بزاف، وغتقولوا تبارك الله ما شاء الله على وليدات البلاد صراحه. مركز يشرف كل المغاربه. قبل ما نحرق المراحل شوف معايا هذا المقطع، عاد نرجعوا نعقبوا عليه لان بقى فيه الحل. شفتوه في قناه اجنبيه وماشي في قناه مغربيه. دير معك واحد لايك، تفضل شوف مقطع نرجع معكم. كشفت منظمه اليونسكو في تقرير لها عن تصنيف المغرب كأول دولة بالعالم في مجال حفظ القرآن الكريم. وقالت المنظمة أن عدد حفاظ القرآن الكريم بلغ أكثر من 1.5 مليون شخص، 68% منهم ينحدرون من القرى والبوادي. المزيد في تقرير بتول الصادق. في تقرير جديد صادر عن منظمة اليونسكو، تم تصنيف المملكة المغربية كأول دولة في العالم في مجال حفظ القرآن الكريم، ما يعكس التزاما عميقا من قبل الشعب المغربي بتعاليم الإسلام ورعاية تراثه الديني الثري. ووفقا لتقديرات المنظمة، يبلغ عدد حفاظ القرآن الكريم في المغرب أكثر من 1.5 مليون شخص، وهو رقم يظهر الروح الدينية العميقة في البلاد واهتمامها بتعاليم الدين الإسلامي. تعد الأرقام الرسمية لحاملي كتاب الله في المغرب والتي تبلغ 1,628,450 شخصا تعد دليلا قاطعا على المكانة المميزة التي تحتلها المملكة في مجال تحفيظ كتاب الله العزيز. ومن اللافت للنظر أن 68% من حفاظ القرآن الكريم في المغرب ينحدرون من القرى والبوادي، مما يظهر الدور المهم الذي تلعبه المجتمعات الريفية في نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن الكريم. وتتميز المملكة المغربية أيضا بتوفير عدد كبير من مراكز وكتاب تحفيظ القرآن الكريم، حيث يتجاوز عددها 30,000 مركز، مما يمثل تفوقا كبيرا على بقية الدول الإسلامية في إفريقيا. وتبرز هذه الإحصائيات التنوع الثقافي واللغوي الغني في المملكة المغربية، حيث ينحدر معظم حافظي كتاب الله من مناطق لغتها الأم هي الأمازيغية. وتقام في المغرب مسابقات ومهرجانات سنوية مخصصة لتعليم وتجويد وتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب تكريم حافظي وحافظات كتاب الله الجدد، مما يسهم في تعزيز روح المنافسة الإيجابية وتحفيز الشباب للالتحاق بصفوف حفظة القرآن الكريم. ومن بين أشهر البلدات في المغرب التي تحتفل بحافظي كتاب الله بلدة تنصلت القروية، حيث يتم تكريم الحافظين والحافظات الجدد وتنظيم الفعاليات الدينية والثقافية للاحتفال بهذا الإنجاز الديني العظيم. وفي الختام، فإن تصنيف المغرب كأول دولة في العالم في عدد حفظة القرآن الكريم يمثل شهادة قوية على الروح الدينية الراسخة والتزام الشعب المغربي، بالإضافة إلى التركيز الكبير على التعليم والتحفيظ الديني في مختلف أنحاء البلاد. أيوة قولوا لي، كتبتوا ما شاء الله ولا مازال؟ إلا كنت مازال ما كتبتيها اكتبها، هذا افتخار كبير لنا احنا المغاربة ومسلمين طبيعة الحال. مركز مشرف جدا، مركز عالمي، ماشي عربي ولا إفريقي، مركز عالمي، أول في العالم في حفظة القرآن. مركز يشرف كل المغاربة صراحة وكل المسلمين، ولكن المغاربة بالدرجة الأولى، لأن هذا الخبر هذا خاص بزاف الناس يعرفوه. علاش؟ لأن بزاف الناس تهمين المغرب تهم اللي هي خايبة، بزاف الناس واخدين نظرة خايبة على المغرب ولا وليدات المغرب وبنات المغرب، أفكار اللي بقى عندهم يعني رجعية على المغرب أن في غير الحوايج الخايبين. لا، المغرب فيه الحوايج زوينين، والدليل هو هذا المرتبة الأولى في العالم كنشوفها في قناة أجنبية. شي حاجه تثلج الصدر صراحه، في نفس الوقت بقى فيه الحل لانني ما شفتهاش في قناه مغربيه. ما عرفش واش قناه مغربيه بثت هذا الخبر هذا ولا ما سقتش الخبر، الله اعلم. المهم انا شفته في قناه اجنبيه هي اللي حطيتها معكم.
ولكن ما شفتوش في قناة مغربية. مركز مشرف جدا وكيرفع لنا راسنا فوق كل شيء وكيخلينا نفتخروا ونعتزوا بالانتماء ديالنا المغربي المسلم. انتماء دائما خصنا نفتخروا به، وهذه صفعة قوية لأي واحد قال شي كلمة خايبة في المغرب وعلى وليدات المغرب الدرجة الأولى، على وليدات المغرب وبنات المغرب. مرتبة الأولى في حفظة القرآن في العالم، سبحان الله. كتلقى أي حاجة شي مسابقة فيها الترقيم كتلقى المغرب موجود فيها. حطيتينا في القرآن كتلقانا هما الأولين، حطيتينا في الرياضة كتلقانا هما الأولين، حطيتينا في العلم وفي الاختراع وفي المنافسات الدولية العالمية براءة الاختراع كتلقى المغرب هما الأولين. حطيتينا في شي حاجة وحدة أخرى عندها علاقة حتى بشي حاجة خايبة كتلقى المغرب هما الأولين. يعني أي حاجة حاطين يدينا فيها وحاطين البصمة ديالنا الحمد لله. يعني المغاربة دائما كيشرفوا نفسهم كيشرفوا المسلمين قدام العالم. شي حاجة تقدر تفتخر بها كأنك مغربي وتعتز بها، خاصة ملي كتعرض الأمر شي حاجة دينية. حفظت القرآن رقم واحد في العالم، ما شاء الله صراحة، ما عندي ما نقول إلا برافو لهاد الوليدات هادو، برافو للسياسة اللي خدام عليها المغرب، فأنه ما يتخلاش على ترتيل القرآن الكريم الوليدات ديالو. وهذه واحد الحاجة اللي صراحة غتعجبنا كاملين، وخبر اللي تلج صدري وقلت نتقاسمه معكم طبعا هذا الحال باش تشوفوا معايا. سبحان الله تبارك الله وليداتنا فين واصلين. خلي معك تعليق ضروري، قول لي شنو رايك، ولا قول ما شاء الله، ولا قول اي حاجه زوينه، دير واحد لايك وبارطاجي الفيديو مع احبابك. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.